السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير طلبت مننا ان احنا يعني نتكلم في قصة عمرو وردة. والله يعني ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع خالص عمرو وردة، ولكن اول حاجة انا 100% مع قرار استبعاده، رغم انه ما جاش المنتخب علشان اخلاقه حلوة. عمرو وردة له سوابق كتيرة في قصة التحرش او القصص دي، ومش ده اللي كان سبب ان هو يخش المنتخب. يعني انت مش جايبه عشان اخلاقه كويسة، انت جايب عمرو وردة علشان عمرو وردة هيفيدك في المنتخب او هيعمل حاجة كويسة مع المنتخب، انما انت مش جايبه عشان اخلاقه حلوة. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا بأيد جدا استبعاده من المنتخب، لان احنا عارفين نفسية اللعيبة بتوعنا، او عارفين يعني ايه منتخب مصر يبقى جواه حد الجماهير بتتكلم عنه كده. فقرار استبعاده قرار صحيح 100% عشان نقفل الموضوع ده خالص ونبعده عن المنتخب. يعني ما يبقاش قاعد على الدكة والجمهور ممكن يبقى متضايق او حاجة زي كده. فايه استبعاده عن المنتخب ده قرار سليم 100%، ولكن مش عايزين ندمر مسيرة اللاعب. عايز اقول يا جماعة ان هو لعيب صغير، ده رقم واحد. تاني حاجة، لعيب مش متجوز. تالت حاجة، قاعد بره في اوروبا، وده بيحصل مع لعيبه كتير جدا في اوروبا. انت لو شفت نيمار، كريستيانو رونالدو، حتى بيليه ومارادونا والظاهره رونالدو، يا جماعه ناس كتيره بيحصل ان هم بيبقى لهم، يعني عايز اقول لك ليهم اولاد في كل حته في العالم، راحوها ليهم اطفال، يعني ليهم اطفال، يعني تخيل لدرجه ايه. فانت بتحاسب واحد على حاجه هايفه جدا، وهي انه بيبعت على الانترنت، يعني حاجه بتاعت اطفال. فانا عايز اقول ان عمرو ورده يمكن ما كانش فاهم مقداره عند المصريين، او مكانته اللي موجود هو فيها. كانت لما تكون لاعب في منتخب مصر لازم تحترم منتخب مصر. عارف ان الفيديوهات قديمه، بس برضو كارثه كبيره يا جماعه. انت ممكن زي ما بيقولوا في مصر تشقط، ممكن تعمل كل حاجه، انما تصور نفسك، هي دي السوءة الكبيرة اللي اعتقد ان عمرو وردة استوعب الدرس تماما. وانا والله يعني الحاجة اللي عايز اقولها لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، لو اي حد فيكم مفيش عنده حاجة يعني يخجل منها، يبقى انتقد عمرو وردة على طول. قد يكون هو والله، قد يكون القصة اللي بيعملها دي كلها حاجات هايفة على النت، ولا له في اي حاجة في الاخر، قد يكون كده. فانت يعني رفقا بيه، هو خلاص خد جزاء كبير جدا. وعايز اقول لك ان اقصى حاجه ممكن تحصل للاعب كوره انه يستبعد من المنتخب ويرجع على فرقته، ويروح الفرقه وهو معروف ان انت استبعدت او مشوك او طردوك بمعنى الكلمه، علشان خاطر انت يعني متحرش او عامل فيديوهات لنفسك مسيئه. فعايز اقول ان ده بيحصل في كل العالم، مش مبرر صحيح انه يحصل معاه، بس هو لسه صغير. زي ما قلت شويه مبررات كتيره قد يكون مش فاهم، فمش عايزين نذبحه او نقضي على مستقبله علشان هو عمل غلطه زي دي. عموما انا عن نفسي يعني بقول ان خلاص هو خد جزاء كبير جدا، ما عادش القصه ان انت تقتله بقى، لا خلاص هيكمل حياته وهيستمر. ده ربنا يعني بيغفر الذنوب جميعا يعني. فيعني انا بالنسبة لي خلاص موضوع منتهي، ان هو خد جزاؤه والمفروض هنبدأ من جديد معاه. واعتقد ان شاء الله ان هو استوعب الدرس وهيبقى افضل في الفترة اللي جاية. يا جماعة ارجوكوا ما تقصوش على لعيب، لان مفيش حد فينا ما عندوش خطيئة. شكرا لكل الناس تبعتنا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الاحداث اللي جاية من كل المباريات ان شاء الله في بطولة افريقيا في المدرجات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.